السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده يا اخوان، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في الفيديو نحاول نعرفوا كيفاش نبحثوا كيفاش نقلبوا كيفاش نجبدوا الهاند شيك ديالنا. اول حاجة كيف ما شرحت في الفيديو اللي قبل، اول ما عليك هو انك خاصك تمشي تشعل الفيس لايت ديالك، خاصك تاكتيفي الفي ديالك. كنا قلنا جوج طرق، اما من هاد لافار اللي كاين هنا او من اولا كتمشي لهاد الفي ام مثلا في موبيل ديفايس. هاي كيف ما كتشوفو كتبقى مكليك عليها، هاي اذا درتي هاد ديسكونيكتد صافي غديكونيكتا. هاي دابا راه مكونيكتي. اذا فين كنمشيو الاخوان؟ كنمشيو هنايا هاد لافار هادي وي في سلاكس وي بي ا هاند شيك. اذا الاخوان فاش كطلع لنا بحكا كطلع لنا نختارو الالفا ديالنا. المهم اخوان تيطلعو لينا الوفية ديالنا هنايا. المهم انا هذا درس غير للشرح وصافي، ماشي الطريقة راه 100%. هادشي انا فايت شارحو غير باغي نعاود تفسر الاخوان كي قلت دير لينا دورة دير لينا دورة. وانا في ما يكون عندي وقيت راه غنلوح فيديو 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 بالترتيب داكشي. المهم الاخوان ديرو كونترول سي. نختارو شي فيديو شي في هادو مثلا نديرو 12 الاخوان. المهم كتجي هنا. المهم الفرق ما بين دوك اللي فيهم نجمة ودوك اللي ما فيهمش نجمة، اللي فيهم نجمة الاخوان اهميك يعني ان بنادم مكونيكتي منهم، واللي ما فيهمش نجمة راه بنادم ما مكونيكتيش منهم. يعني راه غتلقى صعوبة، ماشي غتلقى صعوبة وانما ما يطلعش لك الهاند شيك بالزربة. نديرو 12. ملي كدير 12 كدير اير بلاي مو ان جي واحد كما كتشوفوا الاخوان. هنا كيطلعوا لك الناس اللي مكونيكتين. هنا كما كتشوفوا اير بلاي مو ان جي بدا كتقلب على الهاند شيك. كما كتشوفوا مع الاخوان دي سهولة. الهاند شيك ديالنا كاين في اوبي تي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشي كومونتير زوين وشجعونا باش نبقاو دائما مرة نبقاو موتيفي باش نديرو لكم فيديوهات ان شاء الله. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نشرح لكم كيفاش تجبدوا هاد الهاند شيك ديالكم وتحطوه في الفيرو اللي عنده ويندوز لينكس اللي عنده باش يحطوه في شي موقع ولا يديرو في اكراك مو ان جي ولا شي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.